متى تقف الحكومة أمام الشعب المصري في أي ملف كبير أو صغير تقول والله أنا أخطأت التقدير وبعتذر للمصريين عما اتخذ من قرارات لأنها ترتب عليها نتائج أي مكان هي. كلام أهو في العموم، حكومة لا تعتذر، حكومة لا تعترف بخطأ سيادة الرئيس، حكومة أخطأها المركبة خلت علينا فرضيات إن إحنا نبقى أمام نصوص بهذا المستوى ونبقى بنقول إن إحنا مجبرين إن إحنا نوقع ونحط عناوين تبادل المعلومات، وإحنا عندنا المادة 78 فقرة أولى وده ما بيمس سرية الحسابات، ولكن إن الشعب المصري يقلق ما يقلق، ويعني هيعمل إيه بقلقه يعني؟ لكن الشعب المصري لما يقلق لازم الدولة بأكملها تنتفض لقلقه حتى لو كان قلقه في غير محله، لأن ده مرتبط بأوضاع اقتصادية أصلاً متدنية. سؤالي للمجلس قبل سؤالي للحكومة، متى تجبرون هذه الحكومة على الاعتذار والرحيل؟ شكراً سيادة الرئيس، برفض مشروع القانون.